الفيلم الثالث هو إكس ماكينا من إخراج أليكس غارلاند في 2015، والأحداث الفيلم واقعين في الحاضر ودايرين على كاليب اللي تلعب الدور ديالو دونهر غليسون ممثل إيرلندي، واللي هو بروغرامر مبرمج في وحدة من أهم الشركات الانفورماتيك في العالم. كاليب غادي يربح واحد المسابقة دايرها الشركة، والجائزة عبارة على رحلة لمدة أسبوع لمركز الأبحاث ديال الشركة اللي جا مخلوي وسط الجبال وعليه حراسة مشددة. كاليب غادي يتلاقى المدير ديالو نيتان اللي تلعب الدور ديالو أوسكار آيزاك، اللي غادي يشرح ليه بالله راه خدام تيطور في واحد الذكاء الاصطناعي ريفوليسيونير ثوري، وبالله راه بغى يعاونو في شي أمور. ومن بعد غادي يقدم ليه إيفا، روبو عنده ملامح ديال مرا كتلعب الدور ديالها أليسيا فيكاندر اللي دار فيها نيتان ديك الذكاء الاصطناعي، واللي كتهضر وتتحرك وتتواجب مع بنادم. وكاليب غادي يبدا واحد التيست مع إيفا عبارة على سلسلة المحاورات، الغرض منها يعرفوا واش الذكاء الاصطناعي يقدر يوصل لدرجه السيلف اويرنس وتولي ايفا عارفه راسها كاينه كتفكر وتتصرف وتتعامل بحال بنادم. هادشي اللي في راس كاليب، ولكن مع تطور الاحداث غادي يولي شك في السبب الحقيقي للتواجد ديالو في هاد البلاصه اللي مسدوده من كاع البلايص، والقصه غادي تنكش وتمشي بينا بعيد. هاد الفيلم تصدق وحاز على عده جوائز، من بينها الاوسكار ديال افضل مؤثرات بصريه في 2016.